بعطيهم كل واحد ورقة. بسرعة 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 بسرعة. أيوة بسرعة بسرعة بسرعة. نحيط الأوراق الدفاتر كلها. التليفون قص هيا نحو الدفاتر يا جماعة. تشنيع الأوراق هذه بسرعة يديكم. هيا اليوم ممكن نقراوش كامل الحصة، أنا تعبان جدا. هيا بسرعة بسرعة كملونا الكبار هذا. شوفوا رواحنا، نقيموا رواحنا. طيب تكتبوا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. حرر مذهب المالكية في ميراث الجدات. مع التمثيل باهي. هذا السؤال تو نشرح السؤال. تكتب لي ميراث الجدات كامل، ما في شيء ناقص فيما يخص كل شيء. تعمل له مثال كل شيء كل شيء. حرر لي مذهب المالكية. نحبه محرر واضح ما يتعلق بمذهب المالكية في المسألة هذه. مش تقول لي هذه مسألة إجماعية ما نذكرهاش، لأن تذكر إجماعية ما هي تابعة المذهب المالكي. واضح ولا لا؟ حبوه محرر المذهب وتفصل المسائل وتعطي مثال. واضح؟ هاي توكلوا على الله. هاو سؤال سهيل يزن فريق مسودة. كله مسودة مش مسودة. هاي الصفحة الأولى هذيك عملها مسودة، واللي خلفها حرر فيها توزيعكم في صالح الأوراق اللي تحتاج إن شاء الله. طويل الاختبار ولا مش ولا ها؟ سؤال بركة. نعم؟ سؤال بركة. هي سؤال بركة. هاي توكلوا على الله بالله. خل نقيموا أنفسنا نشوفوا رواحنا ماشيين في الدنيا صحيحة ولا لا. فماشي سؤال حول السؤال. الحمد لله. Yeah.
هي مذهب الحنبلي وتقول مذهب المالكي مذهب بين مالك 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 ما تمرش عليه ما تمرش عليه نتعلم الدقة الدقة أعطيني اللي طالبك اللي مد حاجة زايدة حتى لو صحيحة راهي غلط أعطيني اللي طلبت توكم ما كنت تقدر أن أذكر الخلاف وأذكر كذا توما قادرين باش نقول هك المنهج الفقه راهو هك الدقه اعطيني بالضبط اش تطلب منك ما تمرش عليه ما تقارنش ما لا تعمل مقارنه لا تعمل حتى شيء حرر لي المذهب حرر حرر لي المذهب المالكي
وانظروا للمسائل كيفاش بدات وكيفاش تطورت وكيفاش خرجنا منها. ما تستعجلوش، بعت لكم ابني تصور واضح، اعمل خطه. أهلاً أهلاً، السلام عليكم. يا جماعة الدق، الدقة والمنهجية، نقاط مسائل. بالعربية نحن خدمنا الأمور كلها بالخلاف، انسى الخلاف واذكر ما تبين فقط أكثر شيء. I
قيس بس عكس امتحان تو بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. اختبارات الغرض منها تقييم المستوى العلمي للطلاب وشخصاً استناني لحظة إنما الغرض هو تقييم الطالب. أولاً أنك تعرف نفسك في أي مستوى. التقييم هل عملية التحصيل واقعة أم لا؟ ونحن في هذا الدرس اتفقنا على أنه هذا درس تحصيلي له أهداف، أهمها تخريج فقهاء ضابطين لمسائل علم الفرائض ضبطاً كاملاً. الإشكال أنه المسائل فيما يظهر لي والله أعلم أنه قتلناها بحثاً وكررنا وأجرينا الأمثلة، فلا أعرف ما هو الإشكال أنه طالب غير قادر على الإجابة أو غير قادر على تصور المسائل. عن إذنكم دقيقة اللي فات فيه شي مشكلة. طيب قد حدثوا شوية، حدثنا شوية على الجدات، مسائل الجدات. يبدأ تحدث حتى اللي نقول لك يقف. أراه لما نتحدث ولما نقول نطرح موضوع فما منهجي. أراه مش تنجم، مش على كيفك تجي لي المسألة تشدها من الوسط. مش على كيفك. تعود كيفاش نذكروا مثلا نذكروا الفرض. وتحت الفرض نذكروا الورثة. وكي ناخذوا الوارث أول ما نبدو بالدليل. مش تدربتوا عليه ما شاء الله. نذكروا دليل التوريث. وبعد نحلل شوية في حالة الاجتماع، في حالة الانفراد، في كذا. وبعد نأخذ المسائل إذا كان مسألة واضحة تعطيني الشروط مباشرة ودليل كل شرط ثم نوضحه بالأمثلة. إذا كان المسألة كيف الجدات فيها مسائل فقهية كثيرة تبدأ بالمسألة الأولى. إذا هم مجموعة مسائل ديما تبدأ بالمسائل الإجماعية. علاش هكيك تأسس؟ لأنك أنت تذكر الإجماع حتى تؤسس عليه. بعدين تذكر المسائل الخلافية وتأخذها مسألة الأول فالأول، مش على كيفك. زادة مسألة تحتاج أن تؤخر لأنها مبنية على غيرها، ما تذكرهاش من الأول، تذكر الأولى منها في التقديم. تفضل. شنو هي التفصيل؟ شوف لما تقول لي كلمة تفصيل، إذا قلت مثلا هي التاريخ السدس وهناك تفصيل في لما تقول المسألة مثلا تقول ترث الزوجة السدس، ترث الزوجة السدس، الجدة السدس بتفصيل. هنا ماذا بي ما تدخليش التفصيل. كلمة تفصيل تربك تحدث مباشرة، لأن كلمة السدس متفق عليه
حدثني قل لي تاريخ الجادة السدس في حالة الانفراد وحالة التعدد أو الاجتماع أو عبر عليها باللي تحب أنت. وهنا تزيد الدخل ثم نجم تقول لي هذه المسألة بالإجماع ثم تستطيع أن تعرج على الخلاف الشاذ اللي عند ابن عباس رضي الله عنه. أيوة تفضل. ايوه بين الجدة الوارثة والجدة الوارثة به به سليم مثال احنا تجاوزنا الأدلة لكن أرجو أن الأدلة تكون واضحة عندكم. المسألة رأي إجماعية الإجماع قطعي وعنا الحديث الآخر اللي هو الأساس اللي هو حديث قبيصة بن ذؤيب اللي في الموطأ وغيره وعنا حديث آخر حديث بريدة وعنا آثار كثيرة لكن هذاك العمدة ذاك العمدة أيوة الجدة الصحيحة والجدة هنا تميز أخوي الجدة إيش معناه الجدة الصحيحة راه وهالمسائل يلزمك تضبط المصطلحات لما تضبط المصطلحات انهار اللي باش تضيع لك الكراسة هذه أي كتاب تحلو تلقاه موجود في راسك أي مذهب تلقى روحك تعرف فالتأسيس هالأمور الجدة يلزمك تكون تعرفها وتعرف كلام أهل العلم نجم نحن زايد ما ليش يقولوا فيها الجدة الفاسدة والصحيحة يقولوا الجدة الوارثة وغير الوارثة ونكتفي بهذا لكن هذا لما تصطدم أنت بمصطلحات الكتب تقول هذه ما نعرف إيش معنى الجدة الصحيحة والجدة الفاسدة أيوة الجدة الصحيحة هي الجدة الوارثة هي الجدة الوارثة على تفصيل هي وارثة لكن فما تفصيل فما خلاف الجدات الوارثات توجيه والجدة الفاسدة هي التي لا قدم لها في الميراث باهي أش معناها من هي هذه الجدة التي لا قدم لها في الميراث محل لا لا أعطيني المجمع عليه السعر هك المجمع على عدم توريثي هك الفاسدة مطلقا الفاسدة مطلقا الجدة التي لا ترث عند الجميع تفضل هي التي أدلت بمن الوارث لا غير الوارث أشرحوا لنا هذه الشيء أشكون الجدة الفاسدة نحكي مطلقا الإجماع تجد جدات أخريات فاسدة مثلا هي فاسدة عند المالكية وارثة عند الحنابلة ما علينا فيه لكن أعطيني الجدة الفاسدة مطلقا المجمع على عدم توريثها أشكون كمل أشرح هي التي أدلت بذكر غير وارث ايش معنى هذا الذكر ما معنى من هو الذكر غير الوارث خليك ركز يا عمالك ركز اي ذكر يكون غير وارث اي من هو مش اي ذكر هل يمكن جيل جده من جهه ابن الابن هل فما ذكر واحد جي هي من جهته هو غير وارث هو الجد لام الجد لأم أو لغير أو لأب هو الجد اللي هو غير الوارث غير الوارث من هو الجد غير الوارث هو الجد لأم ما علينا فيه وعنا واحد ثاني نعم ركز واسترك الجد غير الوارث من هو أبو أم الأب إيه نحن نحدث على الجدة نحن لا نحن نحتاج أنها الجدة تنهي بهذا غير الوارث فما تبدأش به أنت يجب أن تذكر قبله الجدة الجدة غير الوارث هو الذي أدى إلى ميت الوارث نعم هذا الجد والجدة نحن نحدث على الجدة نحن عشنا بالجدة التي تنهي بذكر غير الوارث كيفاش صفة ذلك الذكر؟ لا لا هو أدلى بأنثى وزيد أشرح زيد قدم في النقطة هو الجد غير الوارث الجد غير الوارث هو الذي يدلي بأنثى
أعطيكم قاعدة تحفظوها، قلت لك هو ذكر بين أنثيين. ما هي جدة؟ أب أم. هنا قول إيش تحب؟ نجم تقفل هنا، نجم تقول أم أب أم أب أب، نجم تقول أم أب أم. المهم هو يلزمه بأنثيين، ونحن هي الجدة هذه تدلي به، هو بين زوج إناث، واضح ولا لا؟ هو غير وارث وهي تدلي به. هذه الجدة فاسدة بالإجماع مطلقا، يعني نجم تزيد هنا أم أب ولا كلش تحب. واضحة هذه ولا لا؟ مش تعرف علامة الجد غير الوارث في الأمور هذه؟ هو ذكر، عليكم السلام ورحمة الله. طبعاً أدلى بهذا وهو أدلى به، واضح ولا لا؟ عرفتوها الجد الفاسدة مطلقاً هذه بالإجماع. طيب نواصلوا. الجدة الصحيحة نعم نعم. هو الجدة الصحيحة هذه الجدة. بس أعطينا أنت الجدات المجمع على توريثها. الإجماع المجمع. أم والأم وإن علت بمحض. هك أم الأم. وإن علت بمحض. أم الأم كأو أم في داخل الإجماع ولا لا؟ أم الأم. أعطيني تعبير دقيق. بس أم الأم وإن عاود. فاش عاود يا جماعة؟ عاود. أم الأم. وإن عادت بمحض الإناث. إيه. و. أم الأب. إيه. وإن عادت بمحض الإناث. بمحض الإناث. هذا من المجمع عليه. هذا من المجمع عليه داخل في مذهب. واضح ولا لا؟ نكمل تو. يعني المالكية مذهبهم هو في توريث الجدات هو الجدات اللاتي في محل الإجماع، في محل الإجماع ما يزيدوش. بعد أم أب الأب ورثوها ولا لا؟ لا المالكية هذاك حافظين البيت ولا لا حافظوه؟ أم أب الأبي لدى الإمام ليس في رجلين في الأحكام. شكون الإمام؟ الإمام مالك. واللي قال إمام صاحب الشيخ كي قرأ الشيخ شو اسمه؟ الأنصاري. الأنصاري الشيخ محفوظ الأنصاري هذا مازال حي، عنده نظم اسمه توضيح الفرائض ومشروع لكنه مخطوط مش مطبوع. تحبوا نجيبه لكم النظم نجيبه لكم، تحبوا نجيبه لكم تصوروه نجيبه لكم، مش مطبوع في المكتب مرقون فقط. ما غير من ندخل في الحنابلة، تحب شكون يورثوا الحنابلة؟ والجمهور والحنفي والشافعي. لا الحنابلة يورثون أربع جدات. أحسن الشافعي والحنفي يورثون أربع جدات. أربع جدات فقط؟ إيش معناها فقط؟ وين يوصل؟ إلى ملل. شكون يقلب كل الجدات؟ تقول كل الجدات شرط ان احنا ذكرنا مثال على الجد الفاسده مطلقا هكذا نحى كل تو ما عادش كل عارف على العالم كيف يدي الجد الفاسده خليك منهج في محل الرد على دليل الحنفي. اعطيني ماذا يورث جمهور الحنفيه والشافعيه؟ لا تسميهمش، لا ما تسميهمش، اعطيني ضابطهم. كل الجدات صحيحه. هناك ضابط ليس صحيحا الكلام، كله أنت قاعد تعبر بطريقة عودي عودة. كل الجدات صحيحة.
كلام غير سليم. يا جماعة لحظة، الصحيح عند من؟ هذا كلام غير منضبط. لحظة لا حول ولا قوة إلا بالله. هم يوري أنت قلت ورثونا كل الجدات الصحيحات، هل هذا كلام له معنى؟ هم الصحيحات عند من؟ المسألة مختلف فيها، يعني الصحيح عند هذا لا ليس هو الصحيح عند الآخر. فهمت علي؟ فهمت الخلل في العبارة ولا لا؟ أنت قلت يورثون كل الجدات الصحيحات، هب أني نمشي معك للآخر، أو أقول لك يورثون كل الجدات الصحيحات عندهم، لكن هذا لا يستقيم. أنت لابد تعطيني ضابط الجدة الصحيحة. فهمت الضابط؟ لازم تعطيني ضابطها. ما هو ضابط الجدة الصحيح؟ شفت لما أحلت على شيء غير مفهوم، قلت كل الجدة الصحيحة، نرجعوا لمعنى الجدة الصحيحة عندهم. هاتوا تفصيل او ضابط. الضابط تعرف وش معناه الضابط ولا لا؟ لا، هناك فرق بين القاعده والضابط. القاعده شيء والضابط شيء. هذه احد ورثت كل، نعم ورثت كل جدل. نعم نفسر ما معنى القاعده. القاعده تكون في باب من ابواب الفقه، باب كبير، لكن الضابط يكون في مسألة. فأنت تستطيع أن تستخرج مثلا ضوابط علم ضوابط مثلا الوارثين بالفرض، فكل ضابط يخص مسألة بعينها أو وارث بعينه، لكن القاعدة هي شيء كلي أكبر، يجمع مجموعة أبواب فقهية مثلا، يجمع مجموعة مسائل كبيرة، خلاف للضابط. الضابط هو المعنى واحد، هي ما نقولوش قاعدة جزئية، لكن الضابط هو قاعدة والقاعدة هي ضابط، لكن في النهاية القاعدة شيء أكبر أشمل، والضابط يضبط شيئا محددا. مثل الآن نقول ضابط الجدة الصحيحة، ما نقولوش قاعدة الجدة الصحيحة. نعم لا لا مش الضابط جزء من القاعدة، إما يكون أساسا إذا المسألة خلافية يخص مذهب معين، كل مذهب له ضوابطه، إذا كان المسألة متفق عليه يشمل الكل. أي تكون قاعدة لمجموعة أبواب، ضابط في باب وفي مسألة. مرات الباب الواحد فيه مسائل كثيرة، كيف الجدات الآن عندنا مجموعة ضوابط، ما عندناش ضابط واحد. أيوة يكون الجدة ليس بينها وبين ذلك ذكر غير وارث. أيوة معقول. هي أوصف هذا زيد معناها أشرح هذا، يعني من هي مش تسميها هي أي؟ هذا محل الإجماع. خلوه تو يوسف. أم الأم وإن علت بمحض الإناث مجمع عليه، وقلت أم الأبي وإن علت الأب بمحض الذكور. أي كمل هك وسطر. وإن علت هي بمحض الذكور، وإن على الأب بمحض الذكور، وهي وإن علت بمحض الإناث. أم الأبي هذيك عند الحنابلة أم أب الأب تفقد وإن علت بمحض الإناث، وعند الشافعية والحنفية أم الأبي وإن علت بمحض الإناث وإن على النسل ابنها بمحض
الأب وإن على كذلك الأب بمحض الذكور. واضحة ولا لا؟ مثل أم أب 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 الأب. وهذه تفهمنا أنها توصل أعداد كثيرة. ما أعطينا مثال 10، نجم أنك تستخرج 10 تعمل لها 10 ضرب 10، تحط عموديا 10 أمهات، والسطر الأول أفقيا 10 أمهات، وفي كل سطر دائما السطر الثاني تحط أب في الأخير وتمشيها أمهات الكل، وأنت نازل دائما الأخير زيد أب على السطر اللي قبل حتى لين تكمل 10، ستجد 10 أمهات وارثات، 10 جدات وارثات. طيب كمل لنا مذهب المالكية. كمل مذهب المالكية. ها اتفقنا مذهب مالك ما يورث شيء أكثر من جدتين. ننتقل للمسألة اللي بعد. عند وجود الآن الحالة الأولى عند التساوي في الدرجة. عند وجود عند الانفراد لا حط لنا الآن عند الانفراد وحدها جدة ترث السدس، عند الاجتماع يشتركنا في الثلث. الآن مش نشرح عملية السدس، مش نشرح عملية الاجتماع عند المالكية. عند الاجتماع المالكية تتخذ الحالة الحالة الأولى إما أن تكون إما أن تتساوى الجدتان في الدرجة. إذا تساوينا في الدرجة أعطيك معناها أم وأم أب أم أب إذا تساوينا في الدرجة فإن السدس بينهما اشتراكا. طيب يشتركان في السدس. وإن اختلفتا في الدرجة فإما أن تكون الجدة. شفتوا التقسيم المنطقي؟ شفتوا كيفاش تمشي وأنت نازل بالتقسيم هذا؟ هكاك تقسم. وعند اختلاف الدرجة فإما أن تكون الجدة الأم هي القربة أقرب من الميت، وإما تكون هي الأم. هاي الحالة الأولى لي. إن كانت هي القربة الجدة لأم هي القربة فإن لها السدس فهي تحجب البعد وتأخذ السدس كامل. واضح ولا لا؟ مش عندنا معلش مشكلة. لما تحجب البعد من الأب والأم تحجب البعد لا البعد من جهة الأب. قلنا إذا كانت القربة من جهة الأم والبعد من جهة الأب فإن القربة من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب وتأخذ السدس كاملا. ها واضح ولا لا؟ الحالة الثانية إذا كانت الجدة للأم هي البعد. الآن عكسنا، إذا صارت الجدة لأب هي القربة والجدة لأم هي البعد، فاش يصير؟ أي أن القربة من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم. هكا نحبك تعبر، هكا لازمك تجيب العبارة، هكا واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ أيوة. هناك صورة الجدة ذات القرابة. طيب لحظة يا ماني، متى يكون لنا أو يتحصل عندنا في مثال يكون فيه تكون فيه إحدى الجدات مدلية بقرابتين للميت؟ اللي يحب يجاوب يرفع صوته. عندك جدة لها قرابتين تقرب للميت من جهتي، متى تتم العملية هذه؟ لا ترفع صوته. إذا تزوج رجل ببنت عمتي. الحالة الثانية إذا تزوج رجل ببنت خالتي. اكتبهم حتى بتدري، يزمك تحفرهم في ذهني تنحتهم، يزمكش تنساها. هذه بتاع فين شعبوني ذكرتك النهار اللي بتفيه شعمل كيكا هو ظهر لي غارب. عندما يتزوج رجل ببنت خالته واحد يتزوج بنت خال، الدكتور هو الزعير ياخذ ناصر
فما اوراق تاخذ منهم جبنا حالات جداتهم موجودين وزعناهم الاسبوع اللي فات قرابات الجدات فما اوراق خذوا منهم الان يا منير عندك الان علي تزوج ليلى بنت خالته كيفاش تم العمليه عندك جده ما عليناش فيها اسمها خديجه هاشم كيف شمك خديجه هكا تحب انت وسعاد تزوج مريم هذه تزوجت برجل ما علينا فيه جبت علي هكا تقول ها وسعاد جابت ليلى وسعاد تزوجت وجابت ليلى علي اش تقرب له ليلى بنت خالته بنت خالته بنت خالته واضحه ولا لا؟ شكون مش واضح الموضوع عنده هذه امرأة اسمها خديجة عندها زوز بنات مريم وسعاد سعاد اخذت رجل ومريم اخذت رجل مريم جابت وليد اسمه علي وسعاد جابت بنية اسمها ليلى علي مشى اخذ بنت خالته واضح ولا لا؟ واضح كي تزوج بنت خالته جابوا واحد اسمه ايش مش نسموه؟ ما نسموهش منير، نسموه حاجة أخرى. عثمان. عثمان، باش يولي هو الهادي. عثمان، جابوا عثمان. عثمان توفى. توفى السيد عثمان وهذوما كلهم متوفين قبل وخديجة حية. واضح ولا لا؟ خديجة ايش تضرب لعثمان؟ هي أمه؟ أم الأب. أم؟ الأب. أب. وهي في نفس الوقت أم الأم 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 شوف كيفاش تقرب له بشيرتين ولا لا واضح ولا لا شفتوها كيفاش تقرب له ولا لا ياخذ السدس الآن سعاد هي سعاد زوجة صالح وصالح عنده أمه مريم مريم وين عندها مريم هذه مريم الأخرى عائشة مريم الكبيرة عائشة مام سعاد متزوجة صالح ولا لا؟ وش لا أنا غير ما جابوا ليلى جابوا ليلى هي ليلى هذه بنته واضح ولا لا؟ مو ليلى قلنا نحن سمينا أمها لكن عندها أبوها وأبوها عنده أم حية عايشة إيش تسمى هي أم أب أم أدلب يوم وما عندنا الإشكال أدلب يوم ذي أم أب أم أب بالإجماع هذه غير وارثة شيرة الأب غير وارثة الإجماع استنى خلي هذه عائشة غير وارثة وعندنا مريم مريم تزوجت بشكوه محمد ها وجابوا علي ومحمد عنده أمه فاطمة فاطمة هي أمه أم أب الأب شفتوها ولا لا؟ هذه لا ترث عند الملكين علاش قلت لكم راهو عند الملكين الموضوع مش مطروح
رغم أن كثير من الفقهاء ينسبون أقوالا للمالكي. هذا موجود في المغني، موجود في بعض كتب الحنفية، ينسبون كلاما للمالكية ولا يصح، لا يصح. بل حتى بعض المالكية يجيب المسألة يعطيها عنوان ويخرج منها من غير ما يعطي قول المالكية، يقول وكذا وقال فلان ويعديه. لم أجد من حرر أبدا العبارة هذه، من حرر المسألة أنا لم أجد من حررها. حتى القرافي في الذخيرة أعطاها كلمتين وعديه، ما وجدت. وحتى المذاهب الأخرى لم يتحدث لك وهذا مقتضى القياس عن الملك، لأنه بشوه، لأنه هو فعلا ما لقاش نص مالكي. المسألة في نظري بالبحث الله أعلم أنها لا توجد في المالكي غير متصور. لماذا؟ أنتم قادرين تفهموا فيا ولا لا؟ ولا نضيعوا في الوقت؟ كان تحبون عني ولا لا؟ معايا في المسألة ولا لا؟ قرابتين بالنسبة للمالكية. مش ما تنجمش تسير ديما يزمك ما هو ما يوقف زوز ولا لا؟ زوز ما تنجم تسير ما تكون شوية. المالكي ورث اثنين ولا لا؟ كي نحن عندنا جدتين، عندنا خديجة وفاطمة. فاطمة غير وارثة. مش كاينهم ثلاثة، هما زوز، أما كاينهم ثلاثة، خاطر واحدة منهم كاينها زوز، صح ولا لا؟ إيه إيش معناه؟ كانوا زوز. كانوا ثلاثة. كأنه زوز. فالمسألة كأنها ثلاثة حالات. الملكين ما ورثوا كان حالتين. فخديجة مثلا هي أم وأم أب. ففي الحالتين هنا في المثال هذا خديجة. في المثال هذا شو ورثوا؟ ورثوا كان خديجة، فاطمة غير وارثة لأنها أم أب الأب. به خديجة تدلي بقرابتين، هي وارثة وحدها، مش تقسمهم لها تمدلها باليمين واليسار، لا أثر للعملية. وفي المثال الآخر اللي هو عندما يتزوج بنت عمته، تكون خديجة وفاطمة وارثين الاثنين، لكن هذه ورثة بقرابتين، نفس القرابة هذه، فتكون هي أم وأب أب، فتلك الجهة وتلك القرابة هي لا ترث بها عند الملكي، فلا أثر، فلا أثر، الموضوع لا أثر له. وهنا ننتهي من مشكلة القرابتين. به كمل لنا يستر، كمل لنا شروط الجلسة. هناك شرط شرطه كم لنا عاد هل الأب يحجب الجدة لأب ولا لا؟ أما الأم فإنها الأب، الأم ذكرناها من الأول، الأب يحجب الجدة ولا لا؟ هذه مسألة مع الجدة. يستر، قلنا تحرير مذهب المالكية. مش باش نقرينا الخلاف من كل شيء تحبوا خالفوا فيه. سي احنا توا مالكية، سألنا على المالكية، نهار آخر نسألوا على الحنابلة، تعطيني مذهب الحنابلة. توا حرر مذهب المالكية، من حب حتى مذهب آخر توا حرر هذا القول. عند المالكية الأب والجد عند الجد الأب يحجبان الجد. كيفاش؟ الأب والجد وانت جد الأب. إيه؟ يحجبان الجد. حكى سني بالكلام. اضبط الكلام مستر، اضبط الكلام. اضبط الأمور. لا لا خلي. الأب يحجب الجدة التي من قبله. الأب ما يتدخلش في الجدة اللي هي جدة لأم، إيش دخلوا فيه؟ كيفاش مش يحجبها؟ إيش علاقته به؟ هي لا تدلي به، ما عندها به حتى علاقة.
واضح ولا لا؟ هو نتحدث على الجدة وهك الكتب اللي تقرأ فيه ما تلقاهش الشرط هذا أبدا، ومش مش تلقى. ولو تقرأ ألف كتاب لأنهم كلهم حنابلة، والحنابلة عندهم الأب لا يحجب الجدة التي من قبله. يعد يعني قلت على بعض حتى التحقيقات المرضية المفروض كتاب في الخلافة، هو من أجود راهو باش نعترف من أجودي ما ألف، لكنه لا يحرر إلا مذهب الحنابلة. هناك قول الحنابلة. لا نعم هناك قول الحنابلة لا قولهم المعتمد، مش قول المشهور المعتمد أن الأب لا يحجب الأم التي من قبله. فهمت علي ولا لا؟ لذلك تحب كتب الفرائض اللي تبيع في السوق تقول ما هو شرط إرث الأم الجدة للسدوسي بعد وجود الأم وتقف كتب المعاصرة كلها عدم، بينما هذا خلاف مذهب الجماهير. الجماهير هو حتى مذهب الحنابلة فيه قولين، قول مع الجمهور وقول واحد، عندهم رواية مع الجمهور. فهمتوا؟ أي كم نحرر المسألة؟ حرر المسألة وضع حالي. عند المالكية الأب يحجب الجدة التي من قبله. محلول. الأب والجد طبعا. الجد عدم وجود الأب. باهي. ولا يحجب الجدة التي من قبله. وفينا هذيك ما نتكلموش فيها. أعطينا مثال. كيفاش المثال على الموضوع هذا؟ هلك هالك عن هلك هالك عن أم الأب ها وأب هاي زوجة وابن. ها؟ الأب يرث السدس. هاي؟ الأم وأم الأبي عند الملكية لا ترث. يعني الأب يرث. الزوجة تأخذ. به وعند الحنابلة. عند الحنابلة. الجدة تعد يعطوها السدس لنا رغم اللي ولدها حي. واضح ولا لا؟ ثم حديث الثانيه تجنب به للحنابلة. ها ذكرنا به هاي. هاي هو ضعيف من جهتي اولا السند. ما هو عيبه؟ لا مش ابراهيم بن خلد هذاك في الموضوع هذا. نعم مو تحبوا الادله والحديث خذ شو لا حديث اقرا احفظه سندا. مرس. نعم واحد يجاوب. تعطينا الحديث قبل ما تقول يا الله يهديك جاي بعد سبع سوايع وتتكلم على قبيصر بن قبيصة. ايوه حديث ابن مسعود انا اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه جدة بنتي فيها ابن وحي حديث الترمذي والبيهقي والراجع هو لا ديرك ترجحت الحديث شبيه الحديث شنو عيبه الجامع الكبير شوي لا ما قلتش الجامع الكبير هذه مش مالوش ايه قلت عن البيهقي انا البيهقي هو حديث في الترمذي أي و أطعم الجدة وابن يعطينا الحديث ما هي علة تضعيفه أنا أول جدة لا إله مش قادم في السؤال قلت الحديث لماذا ضعيف قلنا حاجة نحن قلنا سندا لأنه ضعيف سندا
لا 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 ضعيف من جهه السند ضعيف ضعيف علقنا على متن فرض العزم وقلنا وعلى فرض صحته اجبنا عنه يكون يكون ابن عمه يمكن ان يكون ابن يكون ويمكن ان يكون شيء من باهي الامور واضحه شويه وضح الشمس ضعيف حديث فيه راوي مشهور هذا ضعف لا يشكر لا لا ضعيف ضعيف جهز مسألة جهز الراوي لا لا ضعيف ضعيف الحديث ما عنده ما ينطبش على ساقيه ضعيف جدا شوف الحديث هذا حتى لو صح لا يعمل به مخالف لكل القواعد يكون فما توجيه مثل ما وجه العلماء قالوا على فرض صحته أن معناه يقتضي كذا أعطينا أجوبة مثل أن يكون ذلك الأب فيه مانع من موانع الإرث يكون مشرك مثلا فلا يحجب الأم أو أنه عم للهالك لا أبا له هو ابن للجدة لكن لا ليس هو أب الهالك يعني الجدة يكون عندها ولدين وأحد أولادها عنده ولد مات الأب أب ذلك الولد مات ثم مات الولد اللي هو حفيد فترثه جدته وابن جدته لكن ابن جدة هو عمه فهمت هذا الحديث ما لا يستقيم أبدا ثم هو حديث الله أيوة نبدأه بالتعصيب ولا سيب عليه لا حفظت رحبية ولا حفظت شيء ولا قداش مازال شوية تعبت أنا هيكون نريح شوية خمسة دقائق وبعد نعطيكم ملخص تريد التعريف أعطيني العناوين أقسام التوريد بالتعصيب ينقسم التعصيب إلى عصبة نسبية 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 هذه أشكلوها 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 نسبي مش نسبي نسب رد بال عصبة نسبية تكمل مش مشمول العصبة النسبية نسبية العصبة النسبية أعطينا معناها العصبة العصبة بالنفس هي تقسيم به يكون ذكرنا الورثة يكون ذكر هذيك التعصيب التعصيب نطريقه شوية نحن نصف ساعة تعب خمسة دقائق ونكمل في حد السيناريو التعصيب وما أدراك ما التعصيب التعصيب ما هوش صعيب حب شوية قلب التعب شوية في إنك تفهم في مسألتين هكا ربما يشكل عليك إذا فهمت سهل التعصيب سهل فيه ثلاثة أنواع العصبة بالنفس والعصبة مع الغير والعصبة بالغير عندنا مشكلة فك المعاء والباء كي تفهم الفرق بيناتهم وفات المشكلة
إذا خليت تعصيب توت باش تدخل في العمق الآلة ولات عندي فشوية جهد فتعصيب تو نحاول نقسموه تقسيم فيه بعض المسائل الخلافية مع بعض أقوال الصحابة احنا باش نذكروها ماذا بيا نذكرها كل لكن غالبا مسائل متفق عليها في المذاهب الأربعة وما فيش مشاكل طيب ولا تسيب عليكم تراجعوا اللي فات نعم وراجع عبد الشيخ باش نتكلموا اللي فات راجعوا اللي فات هذا قول الحلال هذا شوفوا قول الامور ثاني شوفوا كمل شوفوا لا فيه رتبير فيه فيه راه باش ناخذوا نعطوا حقه الجهاد الرسوبه تبديل الجهاد ناخذ شيء خفيف ايوه ناخذ بالتعصيبي وبينا معنى التعصيب لغه واصطلاحا ونقول بان الارث بالتعصيبي او التعصيب ينقسم إلى عصبة نسبية وعصبة سببية أما العصبة النسبية فهي التي تكون بسبب القرابة فاهمين سبب القرابة لكن الدورة جاهزة في حضروها في سيدي باقي ما اجتهدوش ما حطوش كل حلقة عنوان الدرس اللي فيه إن شاء الله يحضروها الأسبوع هذا سوجيبها لكم إن شاء الله ثم زيبها صالح مسخ أما فحصص مع ودي نعم يريدون الصوت والصوت أيوة بيه عندهم الحق طيب العصبة هناك عصبة نسبية وهناك عصبة سببية فأما العصبة النسبية فهي التي تكون بسبب القرابة أسباب الإرث ما هي أسباب الإرث؟ الولاء هي؟ أيوة الولاء أي؟ النسب والولاء والقرب النسب والقرب أيوة أسباب الإرث نسب وولاء نكاح وولاء نكاح وولاء ونسب أو نقول نسب ونكاح وولاء ترتيب السبب هذه تأخذوها إن شاء الله مسجل الدرس كامل مفصل النسب نقصد به القرابة القرابة النسبية ليس القرابة الزوجية القرابة النسبية قلنا أن العصبة إما نسبية أو سببية العصبة النسبية هي التي تكون بسبب القرابة وتنقسم إلى ثلاثة أنواع عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير أما العصبة السببية فهي الولاء السببية
فهي الولاء أي أي العتق أو التي تكون بسبب العتق. الواجب والمعتق. طيب أولا العصبة بالنفس، من هو عن إذنكم حط ملاحظة إذا أطلق العاصب، إذا أطلق إذا ذكرنا على وجه الإطلاق فيقصد به العاصب بالنفس، واضح ولا لا؟ إذا أطلق إذا قيدناه فهو على ما قيد به، ومفهوم هذه ولا لا؟ إذا أطلق العاصب فيقصد به العاصب بالنفس، واضح مفهومة؟ إذا أطلقناها تنصرف الشيء. طيب من هو العاصب بالنفس؟ كل ذكر ليس بين الأسبوع اللي فات. كل ذكر ليس بين كل ذكر كل ذكر مش ذكر في الشارع قريبا من الورثة، يعني دائما ترجع إلى الوارثون من الرجال، واضح ولا لا؟ بالاستثناء نعم موجود هذيك الصنة ترجع للوارثين من الرجال، فهم كل الورثة من الرجال باستثناء الزوج، لأن لماذا الزوج باستثناء لأن قرابته من جهة النكاح لا من القرابة، لأن إرثه بسبب النكاح لا بسبب القرابة. والمعتق لأنه لا سبب و الأخ لأم أدلى لأنه يدلي بأم والمستثنى مستثنى هو يرث لكن ليس عاصبا بنفسه. إيه؟ نعم أيوة طيب هو يذكر في العصب نفسه أنه أصحاب الفروض مش لأنه أدلى بأنثى ماذا دخلنا في هذا؟ نحن نتحدث الآن على العصبة بالنفس. ذكرنا هما حتى الزوج حتى الزوج هو صاحب فرض، لكن هو ليس عصبة بالنفس لأنه بينه وبين الهالك أنثى. ولم نذكر المعتق المعتق لأن إرثه ليس بالسبب العصابة بالعصابة النسبية، هو من العصابة السببية. يأتي حتى عليه لما نتكلم على الولاء. طيب من هم هؤلاء؟ بسرعة بسرعة من شو؟ الابن الابن وابن الابن وإن نزل أيوة الأب والجد وإن علا الأخ الشقيق وابنه وإن نزل الأخ الأب وابنه وإن نزل العم وإن بعد العم الشقيق وإن بعد سواء كان عما أخا للأبي أو أخا للجد وابن العم وإن نزل سواء كان ابن عم لأب أو ابن عم شقيق العم لأب العم لأب مثله والعم العم لأب وابن العم الأب وابن العم الشقيق أيوة فقط و فقط بس. طيب لا إله إلا الله الآن الآن حطوا ينعم عليكم عنوان دليل الإرث بالتعصيب، وقعنا في تقديم وتأخير ما فيش مشكلة صدقوا. الأصل في التوريث بالتعصيب قوله الأصل في التوريث بالتعصيب قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض
بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والحديث في الصحيحين وغيرهما. هذا العمدة، هذا العمدة، واضح ولا لا؟ فهو لأولى ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. روح أدلة علم الفرائض كعلم كامل هم الآيات الثلاث في سورة النساء. هذا الحديث طيب. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى نعني بها الأقرب نسبا لا الأحق. ويشكل على هذا الحديث يشكل في هذا الحديث قوله فلأولى رجلا رجل ذكر. سامع ولا لا؟ طيب لماذا هو رجل وهو ذكر؟ تفضل تفضل. الله يهديك. لا تعبد. ما فيه هذا من الألفاظ النبوية الشريفة ومن جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى واضح، لكن لماذا ذكرت كلمة ذكر؟ لماذا؟ هذا نعم خروجا من كنت أخذت المشكلة. هذا كانت له توجيهات كثيرة. أولا يستر أريد اليوم خاف من فوت لكم بعض الأمور. خليكم مذكر هذه المجيئة وورد في كثير من كتب الفقه لفظة عصبة بدل لفظة رجل فلأولى عصبة ذكر. فلأولى هذا ورد عند الغزالي وورد عند الجويني، خاصة هو الغزالي أخذها من الجويني أصلا. نعم يا جماعة ركزوا استركوا. وعدد كبير من الفقهاء حتى عند المالكية. أنا راجعت يعني الغزالي والجويني في نهاية المطلب يذكرها هكذا. وهذا الحديث كما والحديث من جهة الرواية كل الروايات خلاف ذلك، كل الروايات بلفظة رجل ذكر، لا توجد أي رواية بهذه اللفظة. هذا أولا. هذا ما ذكره ابن الجوز وذكره المنذري أن هذه لا توجد، هذه الرواية لا أصل لها. رجل ذكر عصبة ذكر كما قال المنذري وابن الجوز. وقال ابن الصلاح رحمه الله أن هذه الرواية لا تصح
لا سندا ولا لغة، ولا لغة. فالعصبة يقصد بها الجمع لا المفرد، يقصد بها الجمع لا المفرد. هيا دخت توخفاش تو انا تعبت دخت كم دخ خلنا نروح كاينك عملت قوس باش تدينا وقصينا على القديمه وقال قعدت مع البيت بوك لا يصح هذا كلام ابن الصلاح سند كما ذكرنا. ومدنا قال انه لا يصح لغه فالعصبه يقصد بها الجمع لا المفرد. نقول العصبه لنا لا يقصد بها الواحد، عصبتك. ولكن رد عليه بان العصبه قد تكون للواحد اذا كانت اسم جنس. ما ادري عاد هذه تمكن المهم باش ما تفوتوا شيء. طيب نرجع لمسألة رجل ذكر، هذه راه أطال فيها الفقهاء الكلام الطويل وجابوا فيها أشياء وردود ومناقشات طويلة. القاضي عياض عنده كلام، والمازري عنده كلام، وابن حجر عنده كلام، وابن الدين عنده كلام، والسهيلي عنده كلام، والبقري في حاشيته على شرح الرحبية عنده كلام، وابن بطال في كلام كثير كثير كبير ياسر. ومن أراد التوسع يذهب إلى شروح صحيح البخاري، شروح منها الفتح تجد فيه خلاصة الأقوال، خلاصة الأقوال يجيبها فتح الباب. باهي باهي مهم كلام كثير لا أريد أن أدخل فيه. أحسن كلام أسهل شيء حتى نخرج من المشاكل كما قال ابن الدين، هي للتأكيدي نخرج ابن الدين قال للتأكيد. لكن رأي فيها مشكلة، فيها مشكلة. إيش معناها رجل ذكر؟ فيها مشكلة، فيها إشكال. لأنك لو أردت أن تؤكد لقلت رجل لأن معنى الرجولة أقوى من معنى الذكور. طيب هذاك ابن الدين، تعرفوه ابن الدين؟ هذاك ابن الدين أقدم من شرح الصحيح البخاري. هذاك ابن الدين ليس له ترجمة، هذاك من كبار أئمة الحديث في الدنيا، وكل اللي شرحوا البخاري ينقلون منه، وشرحوا للبخاري غير موجود فيه قطع. هذا تعرفوه منين؟ هذا صفاقسي، من صفاقس، من صفاقس. هذا ينقل منه ابن حجر كثير، وعدد كبير كل شراح البخاري جيبوا منه. وجدت بعض القطع وهي فيها قاعدة تحقق، وعندي بعض الزملاء اشتغلوا عليه، فما واحد في البحرين وواحد من الرياض خدموا عليه وخرجوا مجموعة، لكن ليست له ترجمة. يعني تجد ترجمة محترمة وافية لا تجد. هذا من نوم التوانسة، يعني ما يشتغلوش على ابن الدين. هذا إمام كبير من كبار أئمة الحديث، فله تجد ابن حجر كل مسألة يجيب ابن الدين. كلهم يشتغلون، هو مرجع أساسي لشرح البخاري. بح. ابن التين قلت لك للتوكيد. نستطيع أن نقول أن أولى معنى طب مقصود بها معنى الأفضل الأولى وفيناها كملناها كلمة أولى على كلمة ذكر أنا المقصود أنه معنى الذي بينه وبين ذلك ذكور. لا 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 لا، يعني يؤكد في كلمة رجل، يؤكد في مسألة الجنس، يعني أنه ذكر ذكورة يعني مش أنثى. لا خلنا نذكروا له مش قالوا الناس ونمشي وما مش في المناقشة. خط الرجل هو البالغ، علاش ما تكونش ذكر؟ هذا يعني هذا كلام طيب، هذا موجود. أنا نحب نخلص من الكلام القديم اللي فيه كثير من الكلام المقبول وكلام غير مقبول، لأنها أشكلت على كثير من العلماء. أكثر واحد
كما يقول ابن حجر، أنا استخدم عبارة ابن حجر، تبجح تبجح بقوة، يعني تبجح كبير جدا، هو السهيلي، الإمام السهيلي. هذا السهيلي أحد أئمة الأندلس، السهيلي الضرير، هذا نحوي ومحدث وفقيه ضليع جدا، كان ضريرا وله الشعر في الزهد من أبدع ما موجود، إمام كبير، يعني من أهم ما تقرأون له شرح سيرة ابن هشام، الروض الأنف، الروض الأنف، هذا أفضل كتاب في السيرة، أفضل يعني إذا أردت أن تقرأ السيرة الروض الأنف، روض الأنف يعني جيبت من تاريخ الجزيرة العربية ويكاد يتحدث من آدم عليه السلام، وفعلا يعني ورجل قوي جدا في الرواية، في الرواية رجل البحر. السهيلي فرضي، راه عنده كتاب في الفرائض، عنده كتاب في الفرائض محترم جدا، أظن تلخيص الفرائض، لا هذاك القلصادي، عنده القلصادي. المهم السهيلي هذا إمام. عاد السهيلي تبجح كما يقول ابن حجر، وجاب أشياء وقال أنها لم يهتدي إليها الناس، وكلامه طويل، حتى ابن حجر لما نقل منه قال وحذفت كثيرا من تبجحه، وكلامه لخصه واحد اسمه الكرماني، كذلك لخص كلام السهيلي، وابن حجر لخص كلام الكرماني الذي هو تلخيص لكلام السهيلي. طيب خلاصة كلام السهيلي كان فهمتوه أفسدوش تنشقوه، أن ذكر كل صفة لأولى، باهم لله حتى يكون، حتى ننفي عن العصبة صفة الأنوثة، فتكون قرابة تلك العصبة هي قرابة صلب لا قرابة رحم. خلاصة الخلاصة فكلام ممتاز مفهوم، كان باش نزيد نشرح وباش يتعقد، لا مفهوم ممتاز، تشد في الجملة هذيك هو، لأن كلامه طويل ويدخلك بعض. أن ذكر صفة لأولى وتأكيد على ذكور العصر. طيب نطوي الصفحة، هناك كلام جميل، شوف يسترك، ذكر صفة لأولى، أولى هو العصبة، ما هو العصبة ولا لا؟ هل أولى ما هو العصبة ولا لا؟ أكدنا صفة الذكورة في تلك العصبة، أكدنا ذكورة العصبة حتى لا يتطرق إليه أي شيء من أي احتمال لأن يكون أنثى. حتى لا تكون أنثى، وتأكيد أنها علاقة العصبة بالهالك هي علاقة صلب لا علاقة رحم. إيش معناها صلب؟ يعني يك الناس اللي من جهة أبيك، من جهة صلب أبيك، لا من جهة أمك ورحم أمك، فهمتوا؟ لا، علاقة صلب مش علاقة رحم. كان كلام به. نعم. شخص. قول أخير خلوه عندكم. قول. لا لا تبحث، احفظ الحديث، احفظ الحديث. شو تحفظ الحديث هذا؟ يبغى. السلام عليكم.
لا أثر لها خلاف في التوجيه الكلام في حتى نفهم أن عمليا احنا متفاهمين معناش مشكل حابين نفهم اللفظ النبوي لأن اللفظ النبوي فيه جاهز في رواية يجوز شرب واقفة قلنا التوجيه الأخير هذا ذكره البقري وعلامة البقري الشافعي في حاشيته على شرح سبط المارديني على الرحبي قال أن ذكر أننا لم نكتفي برجل لأن رجل أعم من ذكر والرجل عادة تطلق على الذكر البالغ وهذا غير مراد فنحن نورث العصبة حتى لو كان رضيعا أو حتى لو كان حملا في بطن أمه لأن هذا التوجيه فعلا مقتنع به رغم أنه قصير يعني وهو أولى أين أن رجل أولى ذكر صحيح أولى ذكر أنا ذكر اسمه من الأصل أو هذا بينهم نعم والله أعلم خطر ذكر معناته هي والله أعلم اسم الحكمة رجال مقررون على النساء والذكر هي العلة معناته هي معناته وجود الذكورة معناته بغض النظر راجل ولا مش راجل المهم خلينا نكتب هذا كل المخارج فيها ملخ يعني أنت مش إنك تحسم القضية هو والأفضل إنه هو جمع حتى لما تجتمع كل التخريجات في النهاية تعطيك ال ما يعني تستطيع إنك تجيب شيء لكن لما تجمع بين صفة التأكيد وصفة اللي مش نقوله أكثر شيخ لا يشتغلون خمسة كي خلونا نشوف خمسة نحن تنر المقصود والخنثة مسألة استثنائية والخنثة في الحقيقة لا يوجد خنثة حقيقي 100% هو يا أنثى يذكر معنا الجنس بالأصل لكن هو مشكل لم نستطع العلة فينا نحن ما تبيناش حقيقي توجيكم ستقتلوا به خنثة توجيكم حتى ممكن قبل ما نوصلوا له نعطيكم فيه حاجة عندي كتاب في الأمور هذه كان تطبع قريبا تو تاخذوه خذوها اقراوه امين امين والله كتاب هذا يبقى عنده من 2008 ولا 2009 وحاضر وسهل شربي سبحانه وتعالى يجمع المشاكل مع البحوث العلمية المعاصرة في حل الإشكالات بتاع الموت الجماعي فهم ان شاء الله وين قلنا نحن البقري في حاشيته قال أن رجل لم نكتفي برجل أعم فالرجل أعم من الذكر إذ يقصد بالرجل الذكر البالغ مفهومة هذه ولا لا؟ تقول راجل رجل الرجل هو يقصد الذكر البالغ تجي تقول أنت لطفل صغير أو رضيع في مهدي تقول هذا رجل يعني في الإطلاق نقصد على الرجل البالغ اللي اكتملت رجولته فرجل تطلق على الذكر البالغ وهو غير مراد هل نحن نريد الرجل البالغ هنا؟ لا نحن نريد مطلق الذكورة وهو غير مراد فجيء بلفظ الذكر لبيان إرادة مطلق الذكورة المهم احفظوه راه الحديث هذا Thank you.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.